السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن حاجة، عن مرض بيصيب الأبقار الحلاب وبيصيب خصوصا حلمات الضرع، وهو مرض التهاب الحلمات التقرحي. زي ما انت شايف البقرة دي قدامنا اهي، دي على فكرة واخدة نص العلاج على كده، ده كده نص العلاج، يعني ما كانتش كده، كانت اشد من كده بكتير خالص. طبعا انا مش عاوز امسكها واوريك الحلمة عشان بتوجعها الحلمة وهتجري، بس الصورة واضحة على ما اعتقد كده. ده اسمه التهاب الحلمات التقرحي، ده عبارة عن فيروس بيصيب حلمات الضرع بتاعة الابقار. طبعا في معلومات غلط منتشرة عند الفلاحين، بيقول لك ان العجل بيكون في بقه حرارة وبيرضع من امه، فهو اللي بيجيب لها كده، اللي بيجيب لها التهابات الحلمات. لا، العكس، هو الفيروس بيصيب الحلمات بتاعة الأبقار، ولو العجل رضع من الحلمات دي الفيروس بينتقل لفم العجل، لبق العجل، والعجل هو اللي بتجيله حرارة من الحلمات، مش العجل اللي بينقلها للحلمات، حلمات الأم هي اللي بتنقل المرض لبق العجل. فلو حصل أي التهاب تقرحي زي كده، المفروض البقرة دي تمتنع عن الرضاعة، ما ينفعش ترضعها للعجل. زي ما قلنا المرض بيسببه فيروس بيعمل تآكل في الحلمات زي ما انت شايف كده، وزي ما قلت للأسف ما صورتهاش في بداية الحالة، كنت وريتك الحالة شديدة ازاي، كانت الحالة أشد من كده بياما، واحنا ان شاء الله نتابع مع بعض بقية العلاج ان شاء الله. ده العلاج بتاعه كالتالي: أول حاجة بتحقن البقرة أي مضاد حيوي طويل المفعول زي أوكسي طويل المفعول 20% أو نوروسيلين عبارة عن بنسلين طويل المفعول، أي دواء طويل المفعول، دي رقم واحد. وبتحقن معاه مضاد التهابات زي الفينادين، والفينادين ممتاز بس طبعا هو غالي شوية، بس تمر فيه على الأقل تحقنها مرة واحدة يعني. الفينادين مع الأوكسي أو مع البنسلين اللي هو نوروسيلين مضاد حيوي طويل المفعول، دي رقم واحد. رقم اتنين، بتبدأ الدهان باستمرار على الضرع، بتدهن، اما بتجيب مرهم بشري مضاد حيوي، اي مرهم بشري عبارة عن مضاد حيوي، وبتدهن الحلمات قبل الحليب وبعد الحليب، قبل ما تحلب وبعد ما تحلب، قبل ما تحلب لان الحلمات بتكون بتتوجع منها جامد، البقرة مش هتقدر تمسك حلماتها عشان تحلبها، فبالتالي هتحتاج ضروري تطري الحلمات قبل ما تحلب، فبتدهنها مرهم مضاد حيوي. زي خليكم معايا كده هوريكم الادويه اللي انا استخدمتها، في بشري وفي بيطري. ده عباره عن مضاد حيوي بشري، ده ما شاء الله نتيجته ممتازه برضك. عباره عن ايه؟ عبارة عن المضاد الحيوي، المادة بتاعته حامض الفيوسيديك 20 ملي جرام زي ما انت شايف، ده مضاد حيوي مرهم بشري، العلبة ب 18 جنيه زي ما مكتوب عليها، ده بيجيب نتيجة ممتازة ان شاء الله. طبعا قلنا بعد ما تحن المضاد الحيوي مع المضاد الالتهابات، زائد في تاني بيطري برضك بيجيب نتيجة حلوة، مرهم الزنك مع مضاد حيوي، في مرهم زنك وفي ده عبارة عن زنك مع مجموعة مع البوريك أسيد، يعني مجموعة من المضادات الحيوية، بس في الزنك برضك، زنك مع البوريك أسيد يعتبر مضادات حيوية، مضاد حيوي مع الزنك مرطب ومضاد حيوي، قلنا بتدهن منه قبل الحليب وبعد، قبل ما تحلب وبعد ما تحلب. العلاج على حسب شدة الإصابة، البقرة دي كانت الإصابة فيها شديدة جدا، أنا بعالجها من حوالي 4 أيام أو 5 أيام، الإصابة حاليا خفت أكتر من 50% أو 60%، يعني كده الحالة اللي أنت شايفها دي تعتبر نسبة الشفاء فيها أكتر من 50%، وإن شاء الله كمان كام يوم بإذن الله أول ما تتم شفاها بالكامل إن شاء الله، خلال أسبوع أو 5 أيام كمان إن شاء الله هنوريك الفيديو بتاعها إن شاء الله. وفي النهاية طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.